مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. سيدي الادعاء العمداء، عندك شوت حاضرين اخرين؟ نعم، نادي على الشاهد احمد حسين خضير السامرائي. لا هوية ولا جنسية. موقوف على ذمة قضايا تحقيق. نعم، أنا أتشرف أنا موقوف. اسمي أحمد حسين ضير السامرائي. العمر؟ عمري 64. موقوف حاليا؟ أي موقوف وصايتكم غير؟ مهنتك قبل؟ مهنتي؟ اي قبل، قبل التوقيف. قبل التوقيف انا كنت ما عندي مهنة. مهنة، وظيفتك؟ وظيفتي انا كنت رئيس ديوان الرئاسة. خلي يدك على القرآن معاي. قبل ما احلف على القرآن رجاء. قوم. قبل ما احلف على القرآن. ما اقوم ولا احلف على القرآن الا اتكلم، تسمح لي. لان انا من احلف على القرآن معناتها راح تدخلني بالمطب. أنا أولاً قلت أنا ما أصلح شاهد بهاي القضية، لا بهاي القضية ولا بغيرها. اثنين، جبتوني بالقوة. من اللي جاب بالقوة؟ جبتوني بالقوة. من اللي جاب بالقوة؟ عفية أبو مساء. دقيقة، سيدي الدعاء العام بالنسبة لشهادته المحكمة ترى بالقوة. قعدوا. احنا هم جبتونا بالقوة. قعدوا. منو اللي جابك بالقوة؟ أنت نفسك يعني ما أرسلت الخبر إلى المحكمة أنه مستعد لإدلاء الشهادة؟ أولاً بعثت لك رسالة أنا أول البارحة. بعثت لك رسالة أول إلي لا. ليلاً قلت أنا لا عندي شيء أقوله بهاي القضية. وأني ما أصلح أن أكون شاهد. وأني من الناس اللي عندهم أخلاق وعندهم تربية. بحيث تأبى نفسي وأهلي أن أكون. يحيى العراق! عافية. ليش؟ ليش تريدون تسدون الموقف بتحكمون؟ وأنا قايل هذا الكلام، أنت إفادتك أمام قاضي التحقيق مدونة ومثبتة. عفواً ما مدونة أقواله أمام قاضي التحقيق ويحضر المحكمة لأول مرة. إلا أنه الادعاء العام لديه بعض الاستيضاحات من الشاهد، وما لديه هو حر يقول ما يقول. نعم، فنطلب من المحكمة الاستماع إلى أقواله كشاهد وتمكيننا من مناقشته. هو مو شاهد رجال. شاهد حادث وليس شاهد إثبات أو نفي. هذا نوضحه للمتهمين وللمحكمة وللشاهد أيضا الحاضر. خلي ايدك على القرآن. أنت ما تعرف أني ماخذيني فاتي لولا يا سيادة رئيس المحكمة. انت اذا ما تعرف اني مدونه افاتي لولا
شلون تستدعي؟ هسا انت حاضر امام المحكمه، اذا عندك شهاده بعد ما تحلف بالقران ادلي بشهادتك اللي تعرفه. طيب قول معايا: اقسم بالله، اقسم بالله، ان اشهد بالصدق كله، ان اشهد بالصدق، ولا اقول الا الحق، ولا اقول الا الحق. يا الله. هسه اللي عندك ما عندك شيء؟ قول معي. أنا قلت كل شيء ما عندي، شنو يعني عندي؟ بالنسبة للي دعاه العام، نعم، في توجيه له. ذكرت بأنه أنت كنت رئيس ديوان الرئاسة. نعم. من أي تاريخ تقلدت هذا المركز إلى أي تاريخ؟ أنت راح تجرني يعني بالتدريج لكي أكون شاهد. أني ما أصلح أن أكون شاهد رجاء. نستوضح منك، نستوضح منك هذه المعلومات. أني ما أقبل أصير شاهد، يعني لا أقبل على نفسي ولا على أهلي ولا على عائلتي ولا على مدينتي هاي الكريمة الشريفة المناضلة البطلة، مدينة أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكونون. أنت تقول تقول أنا تسلمت منصب رئيس ديوان الرئاسة، أنا داسيلك داسيلك بأنه من أي تاريخ لأي تاريخ، يعني لا تدخلنا بأمور، يعني أنا داسيلك سؤال جاوبني. أنت راح تجرني لكي أكون شاهد بالتفاصيل، وأني ما أصلح شاهد رجاء. المحكمة من حقها أن تستدعي أي شخص حتى كان خارج المحكمة، سواء كان موقوف أو غير موقوف. أنت خريج قانون، وأنت تفهم القانون. خريج قانون يجيبوه معصوب العين ومضروب كلبشات، لأنه أنت موقوف، وجيبونه موقوف على قضايا، يجيبون الشاهد بهذا الشكل. هو هيك الشاهد؟ أنا سألتك هذا السؤال. نعم. من أي تاريخ؟ أنا كنت رئيس ديوان وأتشرف بهذا المنصب طبعاً، وأديت واجبي بكل أمانة وإخلاص، اعتباراً من 84 وحتى عام 91، وفي المرة الثانية اعتباراً من 95 حتى 2003. نعم. ماذا تعرف عن قضية الدجيل وأنت في مركز قريب من المتهم صدام حسين باعتبارك رئيس ديوان الرئاسة؟ هل سمعت بقضية الدجيل؟ أنا جاوبتك على هذا الموضوع، إلك جاوبتك هم مو الشخص ثاني. قلت لك أنا بال82 كنت وكيل لوزارة الخارجية. نعم. هل هنالك صلة بين وكيل وزارة الخارجية وبين الأحداث الداخلية، أو نعم، بين عملية تصدي لرئيس الدولة لاغتياله؟ نعم. ما أعتقد أكو صلة. نعم. فمنين اسمعاني؟ أنا سمعت حالي حال الناس من من أخبار البي بي سي أصلاً. نعم. قلت لك إياها. أنا أريد بأنه أنت تبينها، مو تقول لي قلت لك إياها. أنا نعم تلك، هذه محكمة. كيف سمعت بها؟ أنا سمعتها من الأخبار العالمية. نعم. ما أعرف بالتفاصيلها ولا أعرف شنو، ولا ظهر عندنا في الوضع، يعني الوضع الداخلي، أن هنالك أكو حدث كبير. نعم. يعني جرى التصدي لرئيس دولة، رئيس الجمهورية، في مدينة من مدن العراق. أنا ما سامع على هذا، سمعته من البي بي سي وما صدقت الحقيقة في حين. ولكن بعدين يعني ورا فترة حوالي طويلة، يعني شفت أكو فعلا أكو يبدو لي أكو حادث من هذا النوع. يعني كيف؟ يعني ناس قاموا يتناقلون ويحجون، ناس يحجون كثير. بيتكم سامر كانت ذات الوقت؟ أنا بيتي لاخر. هل تنقلت بين بغداد وسامراء بهيك الفترة؟ طبعا أروح هذه. أكيد رحت السامراء. طبعا أروح وأعتز بيها كثير، يعني وأحتز بأهلها يعني. نعم. مشاهداتك خلال رحتك ورجعتك من وإلى سامراء؟ والله هذا راح احتفظ بيه نفسي، ما أحكي عنه كل شيء. تحتفظ يعني بينا من حقك. نعم. نعم من حقك. نعم.
أنا أبين لك بأن قضية الدجيل استمرت من 82 ولحد يعني موضوعها كقضية إلى 89، وبمعنى أنت كنت رئيس ديوان رئاسة ومرت عليك كتب تخص قضية الدجيل، مخاطبات بين رئاسة المخابرات وبين دائرتك اللي أنت رئيس ديوان رئاسة، وصولا إلى المتهم صدام. ماذا تتذكر عن هذه المخاطبات؟ أنا حطيت إيدي على المصحف. نعم. من حيث الذاكرة والله ما أتذكر ولا شيء إطلاقا. إطلاقا ما أتذكر، لأن هذا الموضوع جرى علي أكثر من 20 سنة، شلون أتذكر وإحنا في دائرة معاملاتها جدا كبيرة، ويعني ما يصدر من عندها من توجيهات وأمور أخرى كثير جدا، فما أتذكرتها. لكن قلت لك أنت من سألتني قلت لك أني أحد الأخوان بالموقف ذكر لي قصة كتاب من المخابرات وأنتم شوفي هي ومطالعة من الدائرة القانونية تتحدث بها عن بعض المتهمين اللي ما منفذ بهم ومرفوعة مطالعة. ما منفذ شنو؟ ما منفذ الحكم بهم. نعم. وهذه ما كنت أتذكرها أبدا، ولكن ذكرني بها أحد الأخوان. نعم. وأنه وعرضت على السيد الرئيس في حينه وأمر بتشكيل لجنة. الدائرة القانونية كانت مقترحة بعد ما شفت المطالعة، شوفتوني إياها، الدائرة القانونية مقترحة إجراء التحقيق. نعم. في هذا الموضوع، وسيد الرئيس آمر بتشكيل لجنة بالتحقيق، واللجنة قدمت تقرير. أنا ما شفته للتقرير، أنا ما شفته لأنه قدم مباشرة، لأنه ما مر علي يعني التقرير. قدم من من؟ ما أعرف، رئيس اللجنة هو في حين رئيس اللجنة، ما شفت اسمه أنا. نعم. لكن يعني المهم اللجنة مقترحة إطلاق سراح الموقوفين الاثنين واعتبار الاثنين منهم شهداء وإلى آخره، وحصلت الموافقة. أذكر هذا ما أتذكرت أنا من الذاكرة، ولكن حكالي أحد الأخوان اللي وياي بالتوقيف، وأنت أيضا ذكرتني به، شوفتك مستندات، شوفتني بعض المستندات. نعم. المطالعة اللي أنا بس مقدم عليها هامش يعني. نعم نعم. يعني غير هذه ما تذكر في قضية الدجيل؟ والله ما أذكر شيء إطلاقا. نعم. يجوز بها مطالعات، يجوز كتب، بس الذاكرة ما تسعف الإنسان بهذا الوقت الطويل والسنوات الطويلة يعني. أنا أعرض عليك بعض المستندات وأطلب منك الإيضاح عن بعض الأمور. مستند المتهمين ايضا نسخه معتبره، لا مو هذه النسخه الموجوده. نعم. هذه المستند فقره ثانيه اللي تقول يقترح الجهاز اصدار مرسوم جمهوري بالعفو عنهما، هذا كلامك قبل شويه قلته، وإعادتهما إلى وظيفتهما لكبر سنهما ومن منطلق إنساني، مع العرض بأنه تم تحديد المقصرين عن هذه الحالة وسوف تتخذ الإجراءات لمحاسبتهم. الرأي هذا رأي من؟ هذا رأي الدائرة القانونية. دائرة قانونية مال من؟ ديوان الرئاسة طبعا. ديوان الرئاسة. نعم. هنا هذه أكو تعليق عليها، يحقق الديوان وبإشراف العقيد حسين للتحقيق عن هذا السهو. نعم. هذا خط من؟
والفقرة الثانية لم تكون الصدفة أو السهو أكثر. هذا واضح، هذا خط السهو. أقرأ التعليق كامل من فضلك. خلي جاوب. أقرأ التعليق كامل. خلي جاوب. الخط هو الأمر من فقرتين. نعم. يحقق الديوان بإشراف العقيد الزين للتحقيق في هذا عن هذا السهو. نعم. الفقرة الثانية تقول لن تكون الصدفة أو السهو أكثر رأفة منا حتى عندما لا رأفة لمن يستحقها وعليه ينظم مرسوم بإعفائهما. هذا هو الأمر. هذا الخط مال من؟ هذا مال السيد الرئيس. متهم صدام حسين. السيد الرئيس رجاءً. متهم صدام حسين السب محكمة. متهم صدام حسين. رئيس من حقه. الرئيس السابق. نعم. لا مو السابق، الحالي. نعم. هذا التوقيع قبل ما يتأخذ من الوصل. نعم هذا التوقيع لمن؟ هذا قلت لك بعد. 14/4. نعم. المن 19/4. 19/4. المن يعود؟ نعم للرئيس صدام حسين. هذا التوقيع اللي اسفل الجوهر. نعم. المن يعود؟ هذا اي هذا توقيعي. توقيعك؟ نعم. نعم. شنو البي؟ استيضاح. بعدين صارت لجنة برئاسة حسين كامل. نعم. وانت كنت رئيس ديوان رئاسة. نعم. بوقتها. ايضا هذا مستند مرفوع لك باعتبارك رئيس ديوان الرئاسة، كنت من دائرة الشؤون القانونية. اريدك ايضا توضح لي وتوضح لي بالعبارة ذات طبيعة خاصة. هذا واضح. شنو اللي تريد تستفسر منه؟ شنو الواضح؟ يعني هاي العبارة ذات طبيعة خاصة. أي. شنو المقصود بيها يعني؟ هي الدائرة القانونية مسميتها، إذا تقرأ بالكتاب مالها بالمطالعة ورفعتها لك رئيس ديوان الرئاسة. أي هي شو مسميتها؟ نعم دائرة القانونية ذات طبيعة خاصة. لا أقصد بين القوسين. هو بين القوسين تقرأ بالفقرة الثالثة مال الدائرة القانونية. نعم. اقرأها مو قدامك إياه. بالقضايا ذات الطبيعة الخاصة. لم تحصل الموافقة على طلب جهاز المخابرات لكون هذه القضية ذات طبيعة خاصة. نعم. زين؟ أنا ما أعرف هذا التعبير. أنا هم درجت عليه ذات طبيعة خاصة يعني إلها خصوصية يعني. إلها خصوصية. التصدي لرئيس الدولة ما إلها خصوصية. نعم. ما إلها خصوصية. يعني هسه إذا تعرض رئيس الدولة لعملية اغتيال. نعم. ما تعتبر عملية ذات طبيعة خاصة تختلف عن بقية القضايا البسيطة؟ هذا الهامش والتوقيع. أي نعم. أي نعم هذا توقيعي، هذا يشبه توقيعي طبعا. أنا هسه ما أقدر أتذكر هذا توقيعي لولا. نعم. تعليق الموجود. اقرا انت. انا ليش اقرات؟ ليش تخليني انا يعني اقرا؟
واضح أمامك التعليق. تعليق؟ نعم نعم. ما علش علق عليه؟ نعم ما عندي تعليق عليه. لا لا التعليق الموجود بالكتاب. يعني مجرمين محكومين بالإعدام زين؟ نعم. والمرسوم الجمهوري يصدر بالتنفيذ يعني بالتصديق. نعم. يعني هذا مثل بقية كل الدول. هذا تم الاطلاع عليه للمتهم صدام هو مرفوع لك. أنا ما رئيس ديوان رئاسة. أنا ما أتذكر ما أتذكر بس هذا الأمر يشير هالشكل بس أنا ما أتذكر. شي يشير يعني؟ مكتوب يا أخي. إي أدري شي هو أنا أريدك تبين لي ما مكتوب. تبين لي ما مكتوب هل هو مرفوع لك رئيس ديوان رئاسة؟ تم عرضه على المتهم صدام باعتباره رئيس سابق؟ أنا ما أتذكر والله. ما تتذكر تم عرضه أو لا؟ أبدا ما أتذكر أبدا. نعم. لأن هذا بشهر الثالث 85 مو اليوم. إيش قد صار بال 85؟ صار نعم. صار 20 سنة. يعني شنو هاي الذاكرة؟ يعني أنت ممكن أن ترفع لك قضية مهمة. نعم. ما تخلي رئيسك الأعلى بأن يطلع على هذه القضية؟ هاي تعتمد على كل موضوع. أنا ما أتذكر. إذا تسألني عن واقعة. نعم. واقعة محددة. أنا ما أتذكر أنه هذا الموضوع عارضة أو معارضة. ما أتذكر. المحكمة توجه له سؤال بس قربوا الصيغة إعادة العرض. نعم طلب إعادة العرض. إعادة العرض. إعادة العرض. نعم المحكمة قرر إعادة العرض عرض التوضيح. هذا ليش التوضيح أكثر. نعم التوضيح أكثر. التوضيح ما واضحة. قرب المستند قربه. هذا الخطل بالمستند كان لك يعود. والله هو ايش بخطي بس ما اتذكر يعني هي الواقعة هذه انا ما اتذكر. مع 83 يعني كنت رئيس ديوان رئاسة. اي نعم. نعم ما اتذكر هذا الموضوع. هذا مو ارهاب يعني شخص رئيس ديوان معاملات اعتياديه يعلق بيها على معامله وفق القانون من تحت الغرف. هذا التكرار مو بخطك ومو بايدك واقرا تعليقك هذا ارهاب. المفروض بيك كمتهم من تخاطب المحكمة تكون واقف مو قاعد مكانك. مفروض بيك كمتهم إذا كنت أنت كنت رئيس جمهورية رجل إدارة رجل حكم المفروض بيك من تخاطب محكمة مو قاعد مكانك. أنا كنت أعملها مع الرجل القانون. محكمة توجه سؤال إلى الشاهد القانون. أما رجل لا يحترم القانون ما عملها معه. ما المقصود أن القضايا من هذا النوع لا يجري التبليغ الجهات المختصة عنها وفق توجيه سابق صادر في 19-12-963 مرفق جانبا 83 مرفق جانبا. ما 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 المقصود وضح. يعني انت كنت رئيس ديوان رئاسه الجمهوريه يعني كل شيء ما تعرف. وضح وضح. لا انا اخليك انا راح اخليك انت وضح اخليك انت اللي ما تعرف بال83 انا ما كنت رئيس ديوان. هذا الكلام اللي بعدين كنت رئيس ديوان مفروض رئيس الديوان الى اطلاع على القضايا اللي قبلها واللي بعدها منا. استاذ انا ما بدي اناقشك لان اذا اناقشك احرجك. مو مناقشه. جاوب على سؤال المحكمه. انت ما ملك حق. جاوب على سؤال المحكمه. شلون مالي حق اناقش. جاوب على سؤال المحكمه. شلون مالي حق. ما جاوب كيفي. ايه ما تجاوب. انا امتنع عن الجواب من حقي. ما بدي يجاوب. امتنع عن الجواب من حقي. تفضل. هذا المستند وين هذا مستند احمد حسين رئيس ديوان الرئاسه موقعه. هو الشاشه اللي يعرضوا له المستند موضوع حكم اعدام
نرفق طيا. ماكو عروض هسه؟ نعم انا اقرا لك اياه وهسه اشوفك اياه. نرفق طيا صوره المرسوم الجمهوري رقم 778 لسنه 84 بتنفيذ حكم الاعدام شنقا حتى الموت بالمدانين المدرجه اسمهم فيه الصادر بحقهم من محكمه الثوره، راجين اتخاذ ما يلزم لتنفيذه على الفور واعلامنا مع التقدير. نسخه منه جهاز المخابرات رئاسه محكمه الثوره دائره شؤون السلام الوطنيه. هذا الكتاب معنون الى وزاره الداخليه، وزاره العدل، وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، ومديريه الامن العامه. هو الموضوع كان ماله موضوع حكم اعدام بتوقيعك، يعزى الى توقيعك. وانت قسمت يمين، اذكرك باليمين، اني اذكرك باليمين. انا اليمين ما انساه وما اتذكره. إيه؟ اذكرك بكل سؤال، اذكرك باليمين الذي اقسمته امام المحكمه. هذا هاي الكليشه. ما الكليشه؟ ورقتكم هذه. اسمعني، ورقتك انت موقع عليها. اي ما يخالف. نعم. هذا الكتاب هو يصدر اذا اي قرار لمحكمه من المحاكم. نعم. لتنفيذ لعد ما تصدر حكم بالاعدام، سواء قضيه سرقه او قتل او اي شيء. نعم. بعد ما تجري المصادقه عليه. نعم. يصدر كتاب من هذا النوع ديوان الرئاسه ينفذ للدوائر، يقول لهم نرفق لكم المرسوم الجمهوري. وهذا عمل روتيني إذا أي قضية من هذا النوع، عمل روتيني أقدر أقول عنه. نعم. يعني أي قضية محكمة جنايات البياع. نعم. صدرها بالحكم بالإعدام على قاتل أو على مجرم أو على سارق، وشنو يعني شنو طبيعة الجريمة، بعد ما يصادق عليها بالمرسوم الجمهوري هذه الكليشة نصدرها للجهات المعنية حتى يعرفون هذا المرسوم الجمهوري، يأخذون الإجرون اللازم وتتبلغ وزارة العدل والعمل يعني حتى يأخذ. شنو بيها هاي؟ يعني أنتم مين تجيكم الأوامر لتنفيذ أو كتابة مثل هذه الكتب إلى الدوائر الأخرى؟ شنو؟ أنت كرئيس ديوان رئاسة وهذا توقيع يحمل المستند يحمل توقيعك. نعم نعم يحمل توقيعك انت، يعني من ذاتك تسوي هيك كتب ولا اكو جهه توعز لك بانه او هو روتينيا بموجب بحكم عملك كرئيس ديوان رئاسه؟ صحيح. هذا الموضوع روتيني فعلا، يعني هي الاحكام بعد ما تصدق من قبل محكمه التلميذ وتجي إلى الرئاسة لإصدار المرسوم الجمهوري بمصادقة السيد رئيس الجمهورية على الحكم، بعد أن يكون اكتسب الدرجة القطعية، يصدر مرسوم جمهوري بالتصديق. والمرسوم الجمهوري من يتوقع احنا نبلغ بهذا الشكل، يعني ديوان الرئاسة سواء هسه أو بزمن الملك أو بزمن كل العهود يصدر أمر بإرفاق المرسوم الجمهوري للجهات المعنية بالتنفيذ. خلاص. نعم نعم. وانت تعرفه كل زين هذا الموضوع، تعرف تفاصيله اصلا مو بس هيك. اكو مواطن عراقي كان محجوز ضمن قضيه الديجيل، وهذا كان منتسب الى الشرطه، وقدم طلب إلى مجلس الأمن القومي مكتب السكرتارية يطلب بأنه بعد أن أخلي سبيله من الحجز وحده، يطالب بإخلاء سبيل زوجته وبنته الصغيرة. هذا كتاب أيضا يحمل توقيعك أحمد حسين رئيس ديوان الرئاسة. حصلت الموافقة على إطلاق سراح زوجة المواطن حسين علوان، لأن هو أيضا وطفلته هو العيش في أي محافظة من محافظات العراق عدا منطقة بلد
ودي جيل. أنا أعرض لك هذا الكتابين حتى ذاكرة، أكيد هي فترة طويلة وممكن أن تتذكر وتوضح لنا موضوع هذه الكتابين. نعم، شنو المطلوب من هذا الموضوع؟ هذا الموضوع بأن كتاب موجهة أنت باعتبار رئيس ديوان رئاسة إلى جهاز المخابرات. نعم. الموضوع إطلاق سراح. نعم. كتابكم المرقم 27/1 إلى 3/3386 في 1/9/85 المعنون إلى مجلس الأمن القومي حصلت الموافقة على إطلاق سراح. إيش تتذكر من هذا الموضوع وأنت موقع هذا الكتاب؟ يعني تتذكر شنو تفاصيله؟ والله ما أذكر تفاصيله إطلاقا، لكنه من الصور المعطاة هنا. نعم. من الصور المعطاة هنا رئاسة الجمهورية السكرتير كتابكم المرقم، إحنا نعطيه صورة. نعم. كتاب صادر من عنده، معناته جايتنا الموافقة من مكتب السكرتير على إطلاق على هذا النص. حصلت الموافقة على إطلاق سراح زوجة المواطن وإلى آخره من نهاية النص هذا، معناته جاينا من السكرتير للتنفيذ، يعني احنا ننفذه ونفذناه، يعني ما بيش. نعم. نهاية. زين، في أي محافظة من محافظات العراق عدا منطقة بلد والدجيل، وهو من مدينة الدجيل، يعني تقدر تبين لنا الأسباب؟ يعني والله ما أعرف السبب. صاغت بهاي العبارة وانت موقع هذا الكتاب؟ موقع جاني نص، لا حتما، لأنه إذا ترجعون للكتاب السكرتير يجوز تلقوه النص نفسه. احنا من يجينا نص ما نتلعب به، يعني نفذه كما هو، احنا جهة تنفيذية يعني. نعم. 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 بس من هذه الذاكرة ما أتذكر طبعا الموضوع أبدا، ما أتذكر. ما يصير معاملات كل شوية. شهر 7/82 وين كنت أنت؟ أنا كنت في وزارة الخارجية. وزارة الخارجية؟ لا، أنا في شهر 7/82 كنت وزير شباب. مدير شنو؟ وزير شباب. وزير الشباب. نعم. شكرا سيد رئيس، شكرا. محكمة محترم، خلي يكون سؤال محدد. نعم محدد. أي. نريد أن نذكر الشاهد بيمينه المهني الذي أقسمه بعد تخرجه من القانون، واليمين القرآني الذي قسمه أمام محكمتكم المحترمة. أي. وكلاء المدعين بالحق الشخصي يستشعرون أن الشاهد يحجب كثير من المعلومات القيمة. الرجال من محكمة الثورة سيد الصيد، هل صدقت من محكمة؟ شكرا. سؤال من فضلك، أنت ملك حق، سمعت وأنت ملك حق بهذا الكرسي اللي أنا حاكم. جا جاوب أمريكا، جاوب السؤال، أسرع عليه السؤال. شنو يحجب؟ دقيقة، اسكت اسكت. سيد الصيد اسكت. من تعلمتوا هذه تقاطعوا المحكمة؟ وين صايرة هذا المتهم يقاطع محكمة بكيفة يعني؟ وين صايرة؟ بيا بلد؟ بيا عالم؟ أنتوا أعيد السؤال. أحب أسأل الشاهد أنه قرارات محكمة الثورة سيئة الصيد التي أصدرت قرارها بإعدام شو
الشهداء الدجيل هل صدقت من قبل محكمة التمييز؟ الشهداء نعلت الله عليهم. هل صدقت من محكمة التمييز أم صدقت من ديوان الرئاسة؟ بإمكانك أن ترجع أجاوب؟ يقولك أجاوب؟ خلي أجاوب. أجاوب على السؤال. بإمكانك أن ترجع إلى قانون محكمة الثورة. أنا ما وصلنا للقانون. هو القانون شو يقول؟ قانون محكمة الثورة. أستاذنا الفاضل رجل قانون ويعرف إنه. بالنسبة لكم خلي يكون يعني سؤالكم ضمن نطاق القانون. ماكم مفهوم سيئة تصيب ما سيئة تصيب. جاوبت السؤال؟ قانون محكمة الثورة موجود وبإمكان الأخ السائل. أنا ما أعرف هو شو نصفه تمام. فيرجع للقانون ويشوفها محكمة الثورة هل ترفع قضاياها إلى محكمة التمييز أم ترفعها إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليها. خلي هو يرجع للقانون وهو الجواب موجود في القانون. أكو سؤال آخر؟ لا أخفي ولا أدجل ولا أعرف أدجل. أي زين سيادة الرئيس الشاهد أحمد حسين عندما أجى أمام المحكمة المحترمة السيد المدعي العام يعني أخذ الجرجرة بالأسد. نعم أخذ الجرجرة بالأسد يطلب من عنده جواب لمصلحته. فالشاهد قال بأنه أنا كل شيء ما عندي وأرفض الإجابة ومن حقه أنه ما يجاوب. فهل الأجوبة هاي اللي انتزعت من عند النزاع دون رغبة؟ الشاهد المفروض به يشهد على المعلومات اللي عنده بصورة كاملة وصحيحة. سيادة الرئيس هو أول بداية الحديث ماله قال بأنه أنا ما عنده لأنه هو تحت القسم. نعم. تحت القسم كنتم تعرفون اللي تحت القسم. فعندي أسئلة أخرى لا تسمح للمحكمة المحترمة مو يم الشاهد عن شهود السابقين أكو مجال أسئلة بعدين. نعم بعدين خلصتوا من سيدي العام الشاهد؟ ما عندكم شيء وياه؟ متهمين عندكم شيء؟ عندك شيء للشاهد؟ نعم الأستاذ أحمد السامرائي مثل ما ذكر لك إجا رغم عن إرادته للمحكمة مثل ما احنا جينا هنا رغم عن إرادتنا وأنا جيت بملابس بالبجامة. أنت وجه السؤال مالك لا ترجع على هذا سؤالك شنو هذا السؤال للشاهد. السؤال هو مو شاهد. اي هو قال لك من البدايه انت وكيل عنا شنو؟ نعم وكيل عنا وعن كلهم. انا بقضيه واحده وياهم وانت انت مو عادل. اقبل نفسك انت متهم. لا انت مو عادل وانت ما تمثل القانون وانت مو اسمك رؤوف ولا اسمك رشيد. سكتوا ولا اسمك سكتوا بالقوه سكتوا بتحمل هاي. عندك شيء اخر؟ انا عندي سؤال. انتوا عندكم اسئله شيء يا اساتذه؟ انا عندي سؤال شيء بس شيء محدد. ها نعم انا مو خارج الاصول الشاهد المحترم اي ان يقول هل محكمه الثوره كانت سيئه للسيد ام حسن للسيد؟ احنا شقدناه. هل القاضي عادل؟ اسمع يا ابي اسمع. لا لان تشطب تشطب. احنا قلنا من البداية كل تشطب كل العبارات والصيغ التي خارج عن صدد هذه الدعوة. احنا نبهنا وكيل بخصوص هذه العبارة. ماكو محكمة سيئة تصيغ ولا عادي. احنا هنا محل احقاق الحق والعدل. ماكو تجاوز على اي واحد. هو شاهد شهادة القاضي سواء كان موجود داخل قاعة أو خارج شهادة مريض شهد يقول لي هل تجاوز. هسه أنت عندك سؤال موجه إلى المحكمة سيئة يعني شنو أنت يعني شنو هالتوضيح منك؟ هو شاهد خلي يقول لا نحن هذا السؤال ما يسأل للشاهد. نعترض على يعني مثل هذه الأسئلة وأنت تعرف كل الزيادة. ليش يا شاهد؟ ليش؟
ليش انا ما يجاب على سؤالي؟ قانون، احنا ما جايين، احنا بدنا نطبق القانون، نمشي وفق القانون. نمشي وفق القانون، نطبق القانون. تريد هيو؟ مو هيو سياده القانون، المدعي العام والمحامي محامي الموكلين الثاني الاشهود جاوب على اسئلتك. يابا اسمع، اسمع، دن نقول لك اذا عندك سؤال محدد متعلق بالقضيه وجهه للشاهد. إذا ما عندك أنت يعني دقعد مكانك، أنت متهم. دسمع بابا دسمع، المحكمة تقدر يعني شهادة والأسئلة. ثم بابا يعني غريب. استريح استريح بابا استريح. استريح. لا تتعب نفسك أكثر، استريح الله يخليك، استريح. ما عندكم شيء تجاه الشاهد؟ اسمح لي هيئة المحكمة المحترمة، خلي يكون سؤالك أستاذ محدد. نعم أستاذي، موضوع الشهادة لم تكن شهادة إثبات، كذلك لم تكن شهادة نفي، وإنما والشاهد امتنع عن الإجابة عن المسائل الجوهرية. أنت عندك سؤال محدد توجهه للشاهد؟ أبدا أستاذي، بس أريد. لا يعني ماكو حاجة لهالتوضيحات، عندك سؤال محدد توجهه للشاهد وجهه؟ أبدا ما عندي سؤال. هذا التوضيح خلي بالمطالعة مالتك. تسمح لي أجاوب على سؤال الأستاذ عواد؟ على سؤال كلمة واحدة. أي جاوب. أنا سؤلت من قبل السيد رئيس الادعاء العام عندما زارنا بالمعتقل، وسألني عن الأستاذ عواد، قلت له الأستاذ عواد من الناس الطيبين اللي دائما يميل لصالح الخير على الشر دائما، لأن في كل قضية أكو إرادة شر وأكو شيطان. هاي كلمة مجاملة بيناتكم مو لا موضوع. لا مو مجاملة، رجاء مجاملة عراقية. رجاء اسمح لي اسمح لي رجاء، هذا الرجل أنا ما مشتغل وياه مباشر إلا عندما جيت لقيته وكيل لرئيس ديوان الرئاسة بال95 فما فوق، فشرحت له للرئيس الادعاء العام، قلت له هذا الرجل إذا قضية موظفين اثنين تطلب عقوبة الإنذار هو يقترح إعفائهم من العقوبة حتى بين القضايا البسيطة، لأن هو مو ميال للشر، فلازم أقولها للحق. ليش ما أقولها؟ اقولها وانت تاخذها ايضا. انا جايبك تقول الحق، انت حلفت بالقران يعني. اي طبعا اقولها، بس تريدني الحق ولا غير الحق. بس تريدني اقول الاشياء اللي تريدها انت ما يخالف، والاشياء اللي انا اريدها اقولها ما تاخذها. ما حد رايد منك شيء خارج حدود القانون. ما حد رايد منك. اسمح لي المحكمه، انت ذكرت هذا الموضوع. نعم انا سالتك عنه. مو ذكرت لك اياه؟ نعم انه الجواب الاخر شنو كان من سالتك؟ قلت لك محكمه 148 ضحية، ايش قد يستغرق محاكمتها من قبل محكمة الثورة؟ جاوبتني أنا مسجلة ترى. لا أنا جاوبتك أيضا. نعم. وقلت لك على الشيء اللي قلت لي أنت ليش ما اعترضت؟ نعم. مو صحيح؟ جاوبتني. مو صحيح؟ نعم. مو قلت لك أنت ليش ما اعترضت؟ نعم. قلت لك أنت اعترضت على الفلوجة؟ اعترضت على المجزرة اللي صارت من الفلوجة؟ هذا الموضوع غير موضوع، وأنت قلت لي هو موضوع واحد. أنا أريد أحفظ خصوصيتك. فضح. من قابلتك وجه لوجه وما أريد أقول. لا رجاء. لكن أنت لا تطلع عن الموضوع وتبين نفسك. أنا طلعت. لأنه. أنا طلعت عن الموضوع. إيه بس هذه أقول لك، وأنا أحافظ على كل ما تم من خلال. لا لا. قابلتي لك. وكل الحوار اللي دار وهو للتاريخ مسجل. لا تحافظ. نعم. لا تتبع عندك شيء. لا تحافظ. اسمح لي. لا تناقش. يعني أنا من أكو متهم. إذا عندك شيء فبها، إذا ما. إيه عندي شيء. عندي شيء. ليش ما عندي شيء؟ إذا متهم أنا أسأل عنه شنو رأيك بي؟ زين وأجاوب أقول هذا الرجل محب للخير ما محب للشر. اذا عرضت علي قضيه متهم او شخص عن شخص المتهم، احنا سالناك عن واقعه. لا واقعه. لا سالني عن متهم، يعني هو السيد رئيس الادعاء العام سالني عن متهم، عن محكمه الثوره وليس عن متهم. لا سالتني عن سجل عندي انا، ما عندي مانع اعرضه اذا وافقت.
إذا واجب. شنو هذا؟ هاي مناقشة خارجة عن صدد الدعوة. ما أدري الشاهد في من التهديد. يعني شنو؟ عندك شيء آخر؟ ما عندي شيء. إيه. تروح مكانك. أخذ مكانك. شو اللغة هاي يا شو؟ أشكركم على كل.